عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي تقصد العشر الأخيرة من شهر رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. مشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حوار المفتي، معكم ونرحب بصاحب الفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. هنا في شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر من شهر رمضان، الرحمات الربانية تتنزل على العباد، ماذا تقول فضيلتكم للصائمين لكي يكثروا من العبادات والطاعة في العشر أواخر من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شهر رمضان هو شهر الكرامة وشهر الإحسان وشهر التفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأن يضاعف لهم الأجر ويضاعف لهم الثواب. وإذا كان الشهر كله هكذا، فإن هذه المعاني من الكرامة والإحسان والمن والتفضل من الله سبحانه وتعالى على العباد تكون أكثر ما تكون في العشر الأواخر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تخبر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. وهذه الأعمال، وإن كان رسول الله قبل ذلك في العشرين الأوائل يخلط الصلاة بنوم أو العبادات جميعا بنوم، يعني بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذها شيئا فشيئا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما لعلمه بفضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وأيضا لكي يعطي الأمة الدرس في استثمار هذه العشر الأواخر فيما تبقى من زمن في هذا الشهر الفضيل. ولهذا فإن هذه العشر الأواخر تظهر أهميتها وفضلها من عدة نواحي. الناحية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في العبادة فيها. نعم. ومن ثم فإننا نحن الصائمين نحن مطالبون بأن نكثر من العبادة في هذه العشر الأواخر، صلاة وتصدقا وإحسانا إلى الناس وتلاوة للقرآن الكريم وقياما لليل وصلاة للتهجد، إلى شتى الأنواع التي يمكن، أو شتى أنواع العبادات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان وأن يكثر من العبادة فيها في هذه العشر الأواخر. نعم. لأن هذه العشر الأواخر تمثل الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل، وهي فرصة لمن حصل عنده نقص في الكمال بالنسبة للشهر، صوم الشهر قبل ذلك في العشرين اليوم اللي فاتت، فمن كان عنده يعني نقص في هذه العشرين يستطيع الآن أن يعني يكثر من العبادة كي يعوض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأوائل من شهر رمضان كان يخلط الصلاة بنوم كما تقول الروايات، لكنه إذا أقبل العشر الأواخر فإنه يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله كما تقول أم المؤمنين عائشة كما قلنا قبل ذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن هذه العشر الأواخر في الحقيقة فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن نتحرها في الوتر من العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. هذا أيضا من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة، فإن في هذه العشر الأواخر يستحب ويسن للمسلم أن يعتكف
في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، نعم، اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر حتى كان العام الأخير الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم فاعتكف العشرين. وهذا يعني بأنه يسن للمسلم اقتداء به صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في العشر الأواخر. فالاعتكاف في العشر الأواخر في الحقيقة له ثواب كبير وله أجر عظيم. هل هو عظيم. شرط فضيلتكم لقبول الصوم والاعتكاف؟ الصوم ليس يعني بالنسبة للاعتكاف فرصة كبيرة جدا عند بعض المذاهب يرى بأنه لكي يصح الاعتكاف فإنه لابد أن يكون الإنسان صائما بالنهار ويواصل هذا الاعتكاف، لكن في عند بعض المذاهب الأخرى لا، حتى لا وقت، لا يوجد وقت محدد للصوم للاعتكاف، فيجوز للإنسان حتى لو دخل في أي وقت من أوقات اليوم الليل أو النهار لأجل الصلاة فإنه ينوي الاعتكاف، وهذا فيه توسعة في الحقيقة على المسلمين، صح، لأن حتى ينال الجميع الثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الاعتكاف هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل. الاعتكاف له آداب وله يعني سلوكيات معينة ينبغي أن يعني يتبعها المسلم، منها على سبيل المثال أن يعتزل المعتكف، أن يعتزل النساء ولا يقرب النساء، لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فالإنسان إذا ما اعتكف وأنه كأنه اعتزل الدنيا، اعتزل الشهوات واعتزل الملذات، فهو معتكف لأجله سبحانه وتعالى. وشرط اعتكاف أن يكون في المسجد. نعم، بطبيعة الحال يعني يمكن أن يكون الإنسان مع زوجته مثلا وهي في مكان وهو في مكان، إذا ما كان وفق الوقت الحالي يعني في ترتيب الاعتكاف في أن يكون النساء في موضع والرجال في موضع آخر، فلا يجوز للرجل في وهو معتكف لهذا النهي الشريف في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نعم، تلك حدود الله، أو النهي للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن على سبيل التحريم لا يجوز له أن وقد اعتكف لا يجوز له أن يقرب النساء في هذه الحالة لأنه هو منفصل عن هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها. ثم بعد ذلك أن ينفرد بنفسه وقتا طويلا ويناجي ربه سبحانه وتعالى، ولا يختلط بالناس كثيرا بل هو في خلوة مع ربه عز وجل. ولذلك بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال يستحب أن هو يعني يعتزل الناس في 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 مدة الاعتكاف يوم وليلة ولا يوم ولا إلى آخره ولا ثلاثة أيام ولا العشرة أيام، يعتزل قدر الإمكان بأن يتفرغ لهذا الشعور الداخلي الذي ينبعث فيه في قربه من ربه عز وجل، أن يعتزل هؤلاء وينشغل هو وحده بالعبادة التي هو يؤديها وهي عبادة الاعتكاف ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الاعتكاف هو كأنه انسلاخ من تبعات هذه الحياة ومن مشاكل هذه الحياة ومن لقاءات هذه الحياة إلى مناجاة حقيقية لله سبحانه وتعالى تثمر عن صفاء للنفس وضياء للقلب. وهكذا المعتكف بطبيعة الحال هو معتكف، يعني لا يخرج من المسجد، يبتعد عن المصالح الدنيوية إلا إذا كانت هناك حاجة تدعوها أو تدعو إليها طبيعة البشرية أو حاجة شرعية. يعني على سبيل المثال مثلا إذا كان هو وهو معتكف لا يخرج لأجل تجارة لأنه اعتزل الدنيا في هذا الوقت، يعني إنما يمكن أن يخرج لأشياء أخرى زي الأكل والشرب، هذا مما يحتاجه الإنسان. فإن كان لم يتوفر في المسجد مأكلا ولا مشربا فإنه يخرج ويشتري هذه الأشياء ويعود إلى معتكفه مرة أخرى، والضرورة تقدر بقدرها. أنت خرجت لأجل هذا فكن سريعا اشتري ما تحتاجه من أمور الحياة مما يعينك على المأكل والمشرب ثم عد إلى معتكفك مرة أخرى.
وقد يكون أيضا الخروج لأجل حاجة شرعية، على سبيل المثال مثلا في بعض المساجد دورات المياه خارج المسجد تماما، في مسافة بينها وبين المسجد، يضطر أن يذهب، فيضطر أن يذهب لقضاء لوضوئه لأجل أن يتوضأ، لأجل أن يصلي أو يغتسل لو أصابته جنابة، فإنه يريد أن يغتسل غسل الجنابة، ففي هذه الحالة لابد أن يخرج طبعا. فالخروج هنا لا إشكال فيه ولا حرج فيه، بل هو من ضروريات العبادة ومن ضروريات الشرعية التي يخرج بها الإنسان. فعلى كل حال الاعتكاف هو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. لكن أنا أريد أن أنبه إلى قضية مهمة جدا، وربما يقع فيها بعض الناس باعتبار أنهم يعني عندهم حب شديد لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. هذا لا حرج فيه، بل هو مطلوب من مطلوبات الشرع الشريف أن الإنسان يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مصرا على أن تبقى هذه السنة هكذا. لكن لو عطلت عمل الإنسان، مصالح الإنسان خاصة فيما يتعلق بالآخرين، يعني أن يكون الإنسان موظفا عاما أو منوطا به عمل معين ولا بد أن يقوم به، فلو تركه لتعطل هذا العمل إذا اعتكف، أو أنه في الحقيقة وجد أن الاعتكاف وشدة العبادة في هذا الاعتكاف ستؤدي إلى التقصير الحقيقي في عمله في النهار، وبناء على ذلك أنت أمام أمور هي عبادية. العمل في حد ذاته هو عبادة، إعمار الكون هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمران هذه الأرض، وبناء على ذلك فأنت مأمور شرعا بأن تعمل عملا حقيقيا يؤدي إلى إعمار هذه الأرض، وأنت أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أمام أمرين، فلا بد من الترجيح بين الأمرين. إن وجدت أن أحد الأمرين هو في مرتبة أدنى من الأمر الآخر، يعني عندي فرض وعندي سنة، فبلا شك أن الشرع أوصاني بأن أقدم الفرض أولا صحيح. ثم بعد ذلك آتي بالسنة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن أنا أضحي في هذه الحالة بما كان أدنى رتبة. وقد كتب في ذلك الإمام العز بن عبد السلام كتابا رائقا في هذا الشأن اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكل العلماء يوافقون على هذا الترتيب ترتيب الأولويات. وإن كان هذا الإنسان الذي هو في المعتكف إذا كان سيعتكف لكنه سيؤدي قطعا إلى تعطيل العمل المنوط به وهو عمل واجب، فنفس الترتيب لا في هذه الحالة لا يعتكف في هذه الحالة، وإنما يؤدي عمله المنوط به. أما إذا كانت لوائح العمل والأعمال لا تتعطل وهو مأزون من قبل رب العمل أو من قبل الدولة أو القوانين واللوائح التي يعمل من خلالها تتيح له مثل ذلك، فهو يحرص بالفعل، ندعوه إلى الحرص على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتمنى أن نستغل العشر الأواخر من رمضان في أن نعوض ما فاتنا في الأيام الماضية. نشكر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، نشكر فضيلتكم، شكرا لكم، ونشكركم ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج حوار المفتي.